اول حاجه هعملها لازم احمر بصله كويس قوي. هوريكم ازاي دلوقتي. مثلا نجيب طاسه او ووك كده، على النار بالشكل ده ماشي، واروح حاطه شويه زيت. بسم الله تسخن بس معايا كويس، وهنشوف دلوقتي هنعمل ايه. رز السمك ده حاجه كده يعني ما شاء الله ملهاش حل باذن الله. على ما الزيت يسخن تعالوا نتبل مكعبات السمك. عاوزين نجيب، عاوزين معلقه يا اولاد ماشي. ام محمد اهلا وسهلا، ازيك يا ام محمد؟ ايوه شيف، اهلا، ازيك؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ انا محمد الغردقه. اهلا وسهلا، ازيك يا ام انت وحشاني والله كتير. ربنا يخليك يا حبيبتي، تعيشي. ربنا، ازيك؟ عامله ايه؟ بخير الحمد لله. وازاي الاولاد؟ بخير يا حبيبتي، سالت عليك. كلكم بخير الحمد لله. الحمد لله، ربنا يخليك يا رب. بقول لك يا شيف هاله، قولي لي يا حبيبتي، انا القمح اجيبه بلدي ولا اجيبه مستورد اللي هو اكياس دي اللي في السوبر ماركت؟ عايزه تعمليه عاشوره؟ اه، كل سنه وانت طيبه حبيبتي. طيبه وكل حبايبك طيبين. لا هاتي ربنا يخليك. الاكياس سهله وما بيتنقعش كتير، يعني نص ساعه بس ونشتغل فيه على طول. يعني نص ساعه نقعه؟ اه نص ساعه بس. اغسليه الاول ميه سخنه. بصي نقيه الاول واغسليه كويس قوي لغايه ما ميته تبقى كده خارجه زي ميه الحنفيه. طيب، واروح نقعه في ميه من الحنفيه، مش ميه سخنه ولا اي حاجه. أوه. بس وبعد كده اسلقه. بعد كده بقى شوفيه بكره. اظن كده قلت لكم هعمل ايه بكره، هعملها لكم بدري اهو. طب بقول لك، افرم نصه في الخلاط؟ لا لا مفيش الكلام ده خالص، لا ما تعمليش كده. ما نفرمش نصه في الخلاط؟ لا 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 مفيش الكلام ده خالص، ونلاقي القشر موجود كده والكلام ده كله، لا ما تعمليش كده. طب النص كيلو عاشوره ياخد له 2 كيلو لبن حليب؟ ممكن ممكن. ماشي، اصبري عليا. بصي جهزي حاجتك واصبري بس مسافه الليل مش اكتر من يعني كده. بكره هناكلها ان شاء الله. طيب ان شاء الله باذن الله يا حبيبتي ان شاء الله. طب انا عايزه ابعت تحياتي وبوس وبوس كتير قوي لاحفادي والنبي، بحبهم. ربنا يخليهم لك. ربنا يخليهم لي يا رب حقيقه النبي. قولي اسمهم. لحبيبه ووليد. ايوه. ونادين وياسين. ربنا يكرمك فيهم ويخليهم. بسم الله ما شاء الله عليهم، والله بحبهم قوي والله. ربنا يحميهم ويحرسهم يا رب، اللهم امين حبيبتي. ربنا يخليهم لك ويحميهم، واهم حاجه يهدي لنا اولادنا اجمعين يا رب يا رب كده. كل اللي قاعد بيتفرج علينا دلوقتي يقول امين، اللهم امين. ادي مكعبات السمك، هحط معلقه كركم كده عليها، وهحط كمان معلقه من كلفه السمك اللي احنا قلنا مقاديرها، عشان ما حدش يقول لي هي ايه بقى كلفه السمك دي، ما قلتيش. قلنا مقاديرها من شويه. وبعد كده هروح واخده شويه ملح بالشكل ده. انا كده بتبل مكعبات السمك نفسها، وهاخد حاجه بسيطه قوي عصير ليمون، وحاجه بسيطه قوي شويه خل بس، وهقلب كله في بعضه. الطاسه عندي سخنت اللي انا حاطه فيها الزيت. كل دي خطوات الرز، ما خدناش اي وصفه تانيه. الزيت سخن على فكرة. الطاسة أو الحلة اللي هتحمري فيها البصل مش هي دي اللي هتعملي فيها الرز، دي احنا بنحمر فيها البصل بس. هفضل بقى أقلب فيه وأحمر فيه لغاية ما حروقه. لازم ياخد لون محروق، عشان هو ده اللي هيبقى أساسي في تسقية الرز، وهي دي اللي هي ايه، سر من أسرار المهنة بتاعت رز المطاعم ورز الفنادق. رز السمك اللي بتاكلوه لونه بني، في طعم وريحة البصل، لكن ما فيهوش بصل خالص. هيفضل معايا يتحمر لغاية ما يديني اللون ده. بصوا الفرق اهو. بصوا يا عم سباعي، شوفوا ده يفضل يتحمر كده لغاية كده بقى ما دخلش في التحمير، كده ابتدى يتحروق اهو. بعد كده اروح مسخنة مية، واروح نازلة عليه بالمية تغلي كويس، وتبقى هي دي المية اللي هسقي بيها الرز. ام يوسف اهلا وسهلا. الو، ازاي حضرتك يا ام يوسف؟ ازيك يا شفير، عامله ايه؟ الحمد لله بخير يا قلبي، بخير. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه وكل حبايبك طيبين يا رب، تعيش يا رب يا رب. الله يكرمك. بصي لو سمحتي يا شفيره، عايزه طريقه البلوبيف.
البولوبيف هتعمليه في البيت؟ اه يا ريت تعمله لنا تاني، انا عملته منك المره الاولانيه وطلع جميل، بس عجبك. انا عايزه ماشي. اه طلع خطير الصراحه. عايزينك تعمله لنا تاني برضو على المدارس كده. حاضر والله، خلاص هحطه في الخريطه، هنحطه في الخطه ونشتغل على الخطة بإذن الله عشان خاطرك. أيوة. أيوة خطة بقى البولوبيف واللانش. أيوة. أيوة. شوية للمدارس كده. من عيني والله، تأمروني أمر. حاضر حبيبتي، ربنا يخليكي. وعايزة من حضرتك رقمك معلش. حاضر معاكي آية، تديكي الرقم من عيني الاتنين حبيبة قلبي. كده أنا تبلت مكعبات السمك، وفي نفس الوقت البصلة عندي زي ما انت شفتوا كده وصلت لمرحلة الحروقة. هروح نازلة بالمية السخنة، بسم الله، واسيب الميه تغلي تسوي البصله جوه الميه، البصله اللي اتحروقت كده، وبعد كده نشوف هنعمل بيها ايه. يعني دي كده دلوقتي هنسيبها على عين البوتاجاز تغلي بقى لغايه ما ادي السمك ده صدمه حلوه قوي بقى في الحله اللي هعمل فيها الرز. بصوا لون الميه، هو ده اللي هنسقي بيه الرز، هو ده اللي هيديني اللون المميز الحلو بتاع رز السمك. قول لي يا سباعي مين معانا؟ يا أم أحمد. أم أحمد أهلا وسهلا. أم أحمد لسه معاني؟ نشيل بقى دي كده من على العين الكبيرة، نحط الحلة ونحط دي هنا ونسيبها برضو تكمل غليان. يا ندى، يا ندى أهلا وسهلا. أما فين يا جماعة؟ كل ما هيغلي، كل ما المية دي تغلي والبصلة تستوي فيها، كل ما لونها هيغمق، وكل ما هتدي لك طعم البصل في منتهى الجمال. الميه دي بالنسبه لرز السمك كنز. على طول اعملي رز السمك بالشكل ده. يا مدام سهام اهلا وسهلا. صباح الخير يا قمر. صباح العسل على عيونك. صباح الخير يا نموره يا عسل يا هلول. ربنا يخليكي، عامله ايه؟ الحمد لله يا عسل. الحمد لله يا رب. انت عامله ايه الرز السمك الجميل ده يا هلول القمر؟ زيك يا قمر. بصي اعمل لك شويه رز مالهمش حل النهارده يا مدام. اه فعلا والله مالهمش حل. حبيبتي ربنا يخليكي. بقول لك ايه يا هلول، ممكن تقولي لي طريقه الكابوريا؟ الكابوريا عايزه تسلويها ولا عايزه تشويها؟ لا عايزه كده على يعني احط في الفرن. اه بصي يا ستي، هقول لك طريقه حلوه قوي، طريقه لذيذه جدا جدا ما تتخيليش قد ايه. هتجيبي صينيه، طبعا بعد ما الكابوريا نفسها تكوني غسلتيها كويس قوي وحطيتي عليها كده توميه مع شويه عصير ليمون مع شويه خل، تبلتي الكابوريا بمعنى اصح. هاتي بقى صينيه، حطي فيها بصلايه متقطعه، طماطمايه، فلفل، وروحي رص عليها الكابوريا. الميه اللي نزلت من تتبيله الكابوريا كملي بيها وشويه زيت ودخليها الفرن. بعد كده تطلعيها، ما بتاخدش مثلا 10 دقائق، طلعيها بقى كل الكابوريا مشويه في الفرن وكل الخضار اللي تحتها واخد طعمه في منتهى الجمال، وهتدعي لي ان شاء الله. كده انا حطيت زيت في الحله دي بقى اللي هنعمل فيها الرز. وبعد ما تبلت مكعبات السمك اروح نازله بيها في الزيت. بسم الله. استاذه سناء اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكي. ازيك يا مدام هاله؟ حبيبتي ازيك، عامله ايه؟ انا بشكرك، انا بكلمك من بنها اول مره اكلمك. اهلا وسهلا، وتحياتي لكل اهلنا في بنها. ربنا يخليك يا حبيبتي. انا بشكرك على صينيه الحمام اللي عملتيها باللبن، صوري انا اول مره اعملها والله. الرز المعمر بس منتهى الجمال. بس عارفه عملتها بايه؟ ها؟ عملتها ببط. عملتيها ببط؟ حلو. هي هي ما هم ولاد عم. اه والله. الحمام والبط ولاد عم عادي يعني. عملتها صينيه في بس النوبه الجايه بقى اعملها بالحمام، انا مجهزه الحمام. ماشي، والنوبه الجايه تعزميني معاكي. يا ربنا، ده انا تحت امرك، انت تشرفي. الله يكرمك، والف هنا وشفا يا حبيبتي. متشكره قوي على صينيه الحمام اللي عملتيها لي. الف هنا وشفا وتسلم. بس عايزه اسالك على حاجه يا فندم. تحت امرك. ربنا يخليكي. انا تركيبه السمك اللي انت عملتيها دلوقتي اللي هي الكلفه. كلفه دي ايه؟ بصي انزل لك يعني مقاديرها تاني؟ يعني ممكن تقولها لي على المشي كده؟ حاضر. عشان انا فتحت لقيتك بتعمليها. مهمه جدا جدا تعمليها في برطمان وتكتبي عليه كلفه السمك وتشيليه عندك في المطبخ. اي نوع سمك تستخدمي فيه الكلفه دي يديكي شويه سمك مالهمش حل ان شاء الله. انا بعمله مشوي طبيعي يا مدام هاله. يعني دايما بعمله في الميكرويف يعني. بس ايه التركيبه اللي عملتيها حضرتك دي؟ عايزه اعرفها عشان ابقى اعملها. حاضر من عينيا. حاضر حبيبتي. هي ايه بالظبط؟ بصي يا ستي، معلقه صغيره حبهان، معلقه صغيره بابريكا،
دول بس الوحيده اللي كل واحد منهم هناخد معلقه صغيره. بعد كده يا ريت يا سباعي ننزل مقادير الكلفه تاني بعد اذنك. بعد كده هيبقى معلقه كبيره كمون توم لا يعني هي التركيبه اتحطت في البرطمان دي؟ اه كل اللي بقولك عليه ده اتحط على بعضه. الكمون والباتيكا. بصي يا حبيبتي قدامك اهي معلقه كبيره توم باودر، معلقه كبيره كركم، معلقه كبيره كزبره ناشفه، معلقه كبيره كمون كله على بعضه، معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره حبهان، كله حطيته على بعضه خلطته وباخد منه معلقه كبيره لاي كيلو سمك. تمام يا رب تكوني سامعاني. سمعتيني؟ ايوه ايوه حبيبتي. اللي هي الادي انت شايفاني؟ ايوه شايفاك. اللي هي دي دي اللي كوناها دلوقتي. ايوه ايوه ما شفت حضرتك وانت بتحطيها في البرطمان بس دي كنت عايزه اعرف لان انا شايفاها في برطمان بس كنت عايزه اعرف تركيبه بس. هي اللي كانت موجوده قدامك على الشاشه اللي انا قلت لك عليها، كونيهم كلهم وتحطيها في برطمان، تكتبي كلفه السمك وتاخدي منها على طول لاي نوع سمك. وألف شكرا يا حبيبتي. العفو يا حبيبتي. شكرا جدا شكرا على تعبك معايا. شرفتيني تحت امركم. بصوا بقى كده خد صدمه حلوه، الريحه طالعه ريحه السمك مع التتبيله الحلوه اللي حطيناها معاه بالشكل ده. بعد كده هروح موسعه وهاخد معلقه صلصه عشان تديني لون حلو جدا جدا مع الميه الغامقه بتاعه البصله. ادي كده هنا وهقلبها كده. بصوا دوبت كده. يا ام خوخه اهلا وسهلا. يا ام خوخه ازيك؟ ام خوخه مش سامعاني؟ واروح بقى قبل ما ياخد سوى جامد، لان احنا ما بنقرصي على السمك في السوى بتاتا. السمك يا جماعه هتقرصي عليها هيديكي نتيجه عكسيه تماما. السمك بياخد درجة الحرارة بتاعته خفيفة وفي نفس الوقت ما بياخدش سوى كتير. ننزل بالرز. قولي يا سباعي مين؟ يا استاذة شيماء. السلام عليكم. ازيك يا شيمو؟ ازيك يا ست هالة؟ الحمد لله. اخبارك ايه يا قمر؟ انا فرحانة جدا انا كلمتك. اهلا يعني وسهلا. انا منصورة بنحبك جدا حبيبتي. كلكم حبايبي واحنا بلديات يا جماعة. عايزه اقول لك تيتا مصوصو بتحبك جدا على طول بتتفرج عليكي، وماما وخالته كلهم زمان شايفينك دلوقتي حالا. يا رب يخليهم جميعا ليا يا رب. عايزه اقول لك احنا عملنا بديل مسحول اوتوماتيك. أيوة. وعملنا يعني طلع هايل جدا يعني ما شاء الله عليكي لسه ما شاء الله. نظف الهدوم. طيب طمنيني. طلع جميل جدا. وعملنا مزيل البقع برضو تحفه. الله عليكم بجد، تسلم ايديكوا وتسلم عينيكوا. ربنا يخليك يا رب. انا على فكره انا اول مره اعمل مداخله يعني على الهواء وكده، وفرحانه جدا جدا اني اكلمك. حبيبه قلبي وتكلميني على طول ان شاء الله يا قمر. ماشي اتفقنا باذن الله يا حبيبتي. كده خلاص حطيت الرز وقلبته مع قطع السمك اللي هي اتبلت في الاول وخدت صدها الاول. وبعد كده هجيب كبشه وابتدي اخد من الميه البني اللي هي ميه البصل اسقي الرز بتاعي. وفي نفس الوقت جنبي هنا كبشه. بصوا بقى اجيب لكم الناحيه دي كده الميه، شوفوا شكلها عامل ازاي. بسم الله اقربها من الحله. البصله استوت فيها، محدش يقول لي ده هيبقى فيها ريحه شياط ولا بالعكس خالص. مجرد ما البصله تستوي بتدي طعم وريحه البصله. شايفين لونها عامل ازاي؟ وزي ما قلت لكم الناس اللي بتقعد تسال رز السمك اللي بناكله بره غير اللي بنعمله في البيت بتاتا، بيبقى بتاعنا بقى فيه حتت بصل ومش حتت محروقه وحتت لسه بيضه. واللي بيحصل معاهم كده زمانهم قاعدين دلوقتي سامعيني وعارفين انا بقول ايه، صح؟ اعترفي. لكن كده خدنا طعم وريحه البصل وما خدناش البصله خالص، وفي نفس الوقت خدنا لون بني حلو قوي للميه يخلي لي الرز بتاعي لونه بني في منتهى الجمال. حتت السمك دي على فكره تقدري تبدليها بجمبري، يعني تعملي نفس كل اللي عملناه ده بس بدل البصله جمبري. كده تعالوا نقلب الرز الاول بدل ما احنا عمالين نحط ميه فرحانين بلونها كده ومش عارفين حطينا قد ايه. يلا بيكا. فين المعلقه بتاعت الرز؟ نقلب كده بس عشان ايه نطمن من العقد المظبوط بتاع الميه. شايفين اللون عامل ازاي؟ ما شاء الله عليه. نفس الحكايه وزي ما قلت لكم تبلي الجمبري وتروحي برده عامله نفس الخطوات مدياله برده صدمه الاول
وبعدين تروحي نازله برده بمعلقه صلصه، وبعدين الرز وتسيبيه عيش زي ما احنا عم تعملي له برده نفس البصله دي ونفس الحركات والسحلمانات اللي احنا عملناها دي بالظبط. نزود شويه ميه كده بس. يلا يلا بينا، احنا خلصنا اصلا، نظبط بس كده. هنا بقى دوقي ميه الرز، ممكن يحتاج شويه ملح، وانا متاكده انه يحتاج بس حاجه بسيطه، لان ما تنسيش ان احنا متبلين السمك وحاطين فيه ملح، فانا هحط يا دوبك حاجه بسيطه كده وهقلب وهغطي على السمك، ومش هنعمل الوصفه الثانيه غير لما ترجعوا لي من الفاصل نكمل غدانا النهارده وجبه السمك اللي تستاهل بقكم مع بعض. فاصل قصير بس اوعوا القناه تتغير.